السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في حصة جديدة من دروس مادة النشاط العلمي الخاصة بمرجع المنير في النشاط العلمي. اليوم لنا موعد مع حصة التقويم والدعم الخاصة بالوحدة الخامسة. إذن لنبدأ مع النشاط التقويمي الذي عبارة عن ملء الفراغ بالكلمات المقترحة المناسبة. إذن لنقرأ السؤال: أملأ بما يناسب من الكلمات الآتية: وشيعة، مولد، مجالا مغناطيسيا، بربط، تيار كهربائي، ممغنطة، مغناطيس. إذن لنقرأ النص ونملأ الفراغات بالكلمات المناسبة. نحصل على مغناطيس كهربائي بماذا؟ بربط. إذا الكلمة الأولى هي بربط، بربط سلك نحاسي مغطى بالبلاستيك حول قطعة حديدية بأحد أقطاب البطارية، وعندما يكون الطرف الحر من السلك موصلا بالقطب الآخر للبطارية يمر تيار كهربائي، يمر تيار كهربائي عبر السلك، فتصبح القطعة الحديدية. ماذا تصبح هذه القطعة الحديدية؟ تصبح ممغنطة، لأننا قمنا بخلق مجال مغناطيسي، إذن تصبح ممغنطة. إذن فهذه القطعة الحديدية ستصبح ممغنطة فيخلق مجالا مغناطيسيا، أو ما يصطلح عليه بالكهرومغناطيس. إذن فيخلق المجال المغناطيسي يمكن من جذب الأجسام الحديدية التي توجد داخله. إذن فيخلق مجالا مغناطيسيا يمكن من جذب الأجسام الحديدية التي توجد داخله. المنوب الكهربائي ماذا؟ مولد للتيار الكهربائي، مولد. إذن قمنا ب تعرف المنوب عند الدراجة. إذن المنوب الكهربائي مولد للتيار الكهربائي، يحول طاقة حركية. إذن عجلات الدراجة يحولها طاقة حركة المغناطيس أمام الوشيعة. إذن يحول طاقة حركة مغناطيس أمام وشيعة إلى طاقة كهربائية. النشاط التوليفي يمثل الرسم جانبه دارة كهربائية جميع عناصرها صالحة. إذن فهذه الدارة الكهربائية جميع عناصرها صالحة. إذن نغلق قاطع التيار الكهربائي فيضيح المصباح، يضيء المصباح، وتنحرف الإبرة الممغنطة. إذن السؤال الأول: لماذا تنحرف الإبرة؟ إذن أصدقائي، فإنه عندما نغلق الدارة فإننا تعرفنا في الدرس بأن التيار الكهربائي يخلق مجالا مغناطيسيا. إذن فالإبرة تتحرك لأننا قمنا ب la création d'un champ magnétique، قمنا بخلق مجال مغناطيسي. إذن تنحرف الإبرة، إذن لأن التيار الكهربائي، إذن عندما يمر التيار الكهربائي داخل دارة مغلقة فإنه يخلق مجالا مغناطيسيا.
السؤال الموالي: ما هي التعاملات الطاقية التي طرأت عند غلق قاطع التيار؟ إذا التحولات الطاقية التي عرفناها على مستوى المصباح، إذا ف على مستوى المصباح تحولت الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. إذا على مستوى المصباح تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. إذا على مستوى الإبرة، إذا لاحظوا فالطاقة الكهربائية تحولت إلى طاقة مغناطيسية. إذا تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية. إلى طاقة مغناطيسية. إذن الآن لنمر إلى النشاط الموالي، النشاط الخاص بتملك نهج التقصي. لنقرأ النشاط: لاحظ منير أن قطعة معدنية ذات قطبين بلونين مختلفين تجذب المسامير حديدية، فاستنتج أنها مغناطيس، ثم أراد تعرف قطبيه، يعني القطب الشمالي من القطب الجنوبي. أساعد منير على تعرف قطبي المغناطيس. إذا في نظركم سنفترض بعض الوسائل التي ستمكنه من تحديد القطبي، هذا قطبي هذا المغناطيس. إذا تعرفنا على أن يعني في الدروس رأينا بأن البوصلة يمكن استعمالها للتمييز بين القطبين، فهي كذلك لها قطب موجب وقطب سالب، قطب شمالي وقطب جنوبي. إذا القطبين فهما يعني القطبان المتشابهان فهما يتنافران، والقطبان المختلفان فهما يتجاذبان. إذا الافتراض سنقترح يعني يمكن استعمال البوصلة للتأكد، يمكن ويمكنكم أصدقائي أن تقترحوا الفرضيات المناسبة التي ترونها مناسبة. إذا الفرضية هي عبارة عن يعني تفكر وتبصر في بعض الحلول الممكنة. إذا فكل تلميذ له الحرية في كتابة الفرضيات. إذا فالفرضية يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة، فنحن عندما نفترض فإننا لا نجزم ولا نقول بأن نعم هذا هو الحل، بل على العكس فنحن نقترح الفرضيات، وعند التجريب فنحن نتأكد من هذه الفرضية، إن كانت صحيحة سنعتمدها، إن كانت خاطئة فسنصححها. إذا يمكن اعتماد بوصلة لتمييز قطبي المغناطيس. أنجز لأتأكد من فرضياتي. إذا بالنسبة للإنجاز لأتأكد من هذه الفرضية، فإنني فعلا سأستعمل بوصلة للتأكد من قطبي المغناطيس، فإنني سأحضر بوصلة أو سيحضر منير بوصلة وسيقربها من المغناطيس. القطبان اللذان يتجاذبان فهما مختلفان، والقطبان عندما يتنافران فهما يعني نفس القطب بين البوصلة وبين المغناطيس. إذن سنجيب يستعمل بوصلة. إذن فالبوصلة يعني
لو ميكانيزم يعني عمل البوصلة تجاه المغناطيس، فالقطبان المتشابهان، يعني على هذا الأساس سنشتغل، القطبان المتشابهان يتنافران. وهكذا سيتمكن منير من معرفة وتحديد قطبي هذا المغناطيس. إذا النشاط الموالي لي فوتوسي دو سو ريبريزونت كيلكو سورس دينيرجي، لور سورس اي لور ترانسفورماسيون اون اوتر فورم دينيرجي. إذا هذه الصور مجموعة من الصور التي تمثل لنا بعض مصادر الطاقة، وكيف يعني إلى ماذا، يعني ما هي الحالة وما هو الشكل الذي ستتحول عليه هذه الطاقة، يعني بين المصدر والنتيجة. إذا سنملأ الجدول، جوبسيرف جو رومبلي لو طابلو سويفون. دونك اون ا لا سورس دينيرجي اي لا فورم دينيرجي ريكوبيري، إذا الطاقة المنتجة، إذا ما هو شكل هذه الطاقة المنتجة. إذا نبدأ مع الصورة الأولى، إذا كما تلاحظون فهي صورة للألواح الشمسية. إذا الألواح الشمسية تعتمد على الشمس، لو سولي، لو سولي إذا هو مصدر الطاقة. إذا فالطاقة الشمسية تتحول إلى طاقة كهربائية، إذا لو فورم دينيرجي ريكوبيري سي إلكتريك، طاقة كهربائية، إنرجي إلكتريك. إذا لاحظوا معي الصورة الثانية تمثل المصباح، إذا ف سورس دينيرجي سي لا بيل، سنكتب لا بيل. إذا بالنسبة لي الطاقة، يعني شكل الطاقة المنتج سيكون إلكتريك. La troisième image, on a l'eau, l'écoulement de l'eau forme l'énergie qui se transforme en énergie électrique. Toujours, on a la même forme d'énergie récupérée, c'est l'énergie électrique. Donc, troisièmement, on va écrire l'eau et la forme, c'est toujours électrique. Alors, quatrièmement, la quatrième image, voici que vous voyez que c'est le charbon, le fahm al-hajari, ou bien les hydrocarbures. Et dans le fahm al-hajari, elle dit, yuntij, yani, inda harq, dans le fahm, fahwa, sa yuntijou attaqa al-kahrabaïya. Et dans la source, c'est le charbon, le fahm, ou bien l'hydrocarbure. Alors, la forme est toujours électrique. Cinquièmement, voici. Afouane. Et vous voyez que c'est un tramway, le qatar, il a dit il y a مجموعه من الأسلاك الكهربائية. إذن فهو يتحرك بواسطة يعني البترول أو بواسطة يعني البنزين إلى غير ذلك، لو كاربوران، لو كاربوران. إذن والطاقة المنتجة أو شكل الطاقة المنتج سيكون إلكتريك، إذن إلكتريك. La sixième image. Vous voyez que c'est l'énergie éolienne fournie par le vent. Donc la source d'énergie c'est le vent, الرياح. إذا الرياح عند دوران هذه المروحيات فهي ستنتج الطاقة الكهربائية، إذا عبر سرعة الرياح électrique. Donc vous voyez que toujours on a la forme d'énergie électrique récupérée à partir de des sources d'énergie différentes. Vous voyez qu'on a le soleil, la pile, l'eau, le charbon, le carburant, le vent. Mais toujours la forme d'énergie la même, si l'énergie électrique.
إذا النشاط الدائم رقم اثنان avec le logiciel WordPad j'écris la phrase ci-dessus en respectant le format suivant Time New Roman Police 14 l'énergie renouvelable sont propres. إذا بالنسبة لهذا النشاط فإنكم ستذهبون إذا يعني لوجيسيال ووردباد على الهاتف أو على الحاسوب إذا وستكتبون هذه الجملة إذا ستكتبون يعني هذه الجملة بين معقوفتين تايم نيو رومو يعني لو ستيل ديكريتور يعني لو ستيل ديكريتور يعني ستذهبون إلى كيف سأشرح لكم هذا التمرين فهو يعني بروبرمون ديستان exercice d'informatique هو تمرين متعلق بالمعلومات اذا في شاشه الوورد هناك يعني ستيل ديكريتور يعني طريقه الكتابه ستختارون تايم نيو رومو يعني ستجدونها في الاعلى وبوليس 14 اذا لا بوليس ديكريتور سي 14 ستكتبون كلمه انرجي رينوفلابل سون بروبر بوي يعني من بعد ستذهبون يعني ستقومون ب يعني تقطير انرجي سيليكسيوني انرجي يفولومي ان غرا بوي فو سوليني لو مو رينوفلابل اي فينالمون فو زيكريفي لو مو بروبر افيك لا كولور فير فو شانجي لا كولور دو لو مو بروبر اذا هذا فيما يخص هذا التمرين اذا هذا تمرين متعلق بالمعلومات اي فوالا اون ا بريسك تيرميني دونك اتمنى ان اكون قد افدتكم في هذه الحصه من حصه التقويم والدعم اتمنى لكم متابعه طيبه الى حين لقائكم في حصه يعني مقبله باذن الله تعالى اتمنى ان القاكم في افضل الاحوال إلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه دائما إلى اللقاء.